تستمر عملية التطعيم على قدم وساق في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمشرف، إذ تقوم وزارة الصحة بتطعيم 15,000 بشكل يومي. كاميرا عسيف قامت بجولة على مركز الكويت للتطعيم والتقت بمدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور فهد الغملاس. بدأنا خطة التطعيم أو حملة التطعيم من 24 ديسمبر، والآن الحمد مستمرة الخطة تبعا لوفاد الجرعات الموجودة من التطعيمات. ومثل ما أنتم عارفين أن التطعيمين الموجودين في الكويت اللي هو تطعيم فايزر كان البداية معه، وثم استكملنا مع تطعيم أوكسفورد، وتبعا لورود هذه التطعيمات يعني تم جدولة التطعيمات للمسجلين في النظام الإلكتروني. يعني احنا قاعدين نتكلم احنا في نص مارس الحين، وتم الإعلان ان من تم تطعيمهم يفوق 322,000. يعني انا اقول لك ان الرقم ليس بعيد عن هذا الرقم. احنا نهدف ونطمح لاستكمال حملة التطعيم بصراحة قبل فصل الصيف كما أعلن معالي الوزير. كل عارف يعني أن نظام التطعيم الحالي هو نظام ليس إجباري، هو نظام اختياري، وبدليل أن نحن نكرر الدعوة للسكان سواء مواطنين أو وافدين لاستكمال عملية التسجيل الإلكتروني حتى يتسنى لنا توفير الخدمة لهم. لكن نضع في أيضا في الحسبان أن هناك مسؤولية مجتمعية على كل فرد. وفيما يخص تطعيم نزلاء المؤسسات الإصلاحية، قال الغملاس: قامت وزارة الصحة بتدشين حملة تطعيم داخل المؤسسات الإصلاحية يعني مكافحة هذا الوباء إن شاء الله، وعدم السماح له بالانتشار داخل هذه المؤسسات. وعن الفرق في جودة لقاح فايزر وأكسفورد، قال الغملاس: جميع التطعيمات اللي هم بنوعينها اللي غطيناهم آمنة وذات فعالية. فنقول للناس لا ندقق، أخذوا التطعيم، لأن وزارة الصحة هي نفسها الوزارة اللي أنت تعتمد عليها في الحفاظ على صحتك في الأيام العادية. في هذه الأيام الظروف الاستثنائية أيضا يعني قاعدة توفر لك التطعيم المناسب لك، فاعتمدوا على المصدر الأساسي للمعلومة وهو وزارة الصحة. وعن المتخلفين عن مواعيد التطعيم التي تم أخذها عبر منصة التطعيم، قال الغملاس: أكيد إحنا الشخص اللي سجل في النظام الإلكتروني وقمنا بإرسال موعد له ما راح نتخلى عنه بس لمجرد أن طاف الموعد. إن شاء الله أنه راح نوفر له التطعيم إذا ما كان في نفس اليوم، إذا كان طايفة طبعا موعده، إذا ما كان في نفس اليوم راح يكون في موعد قريب جدا إن شاء الله.